أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الصادق الأمين. ثم أما بعد، طلبة الأعزاء، سنتكلم هنا عن استعراض سريع للوحدة الأولى التي عنوانها كمية التحرك والمقذوفات. نتكلم عن كمية التحرك الخطي كما نرى في هذه الأشكال. كما هذا تحرك خطي، وهنا في الشكلين هذا هذين كمية تحرك خطي. أما بالنسبة لهذا الشكل، كمية تحرك دوراني أو زاوي يدور. كمية التحرك الخطي لجسم متحرك له كتلة وسرعة معينة عبارة عن ضرب الكتلة في سرعته. قانون حفظ كمية التحرك هو مجموع كمية التحرك للأجسام قبل التصادم تساوي مجموع كمية التحرك للأجسام بعد التصادم، أي كتلة الجسم الأول في سرعته قبل التصادم زائد كتلة الجسم الثاني في سرعته قبل التصادم زائد كتلة الجسم تساوي كتلة الجسم الأول في سرعته بعد التصادم زائد كتلة الجسم الثاني في سرعته بعد التصادم. أنواع التصادمات: تنقسم التصادمات من حيث المرونة إلى تصادمات مرنة وغير مرنة، ومن حيث الأبعاد في بعد واحد وبعدين. الشكل هذا في هذا المربع في هذا الشكل، هذه التصادمات في بعد واحد، كلها في بعد واحد، نفس اتجاه سير الحركة قبل وبعد التصادم كما لاحظنا في محور سيناء. وتكون يا إما تكون مرنة بعد التصادم أو غير مرنة، هنا انتحمل الجسمان وهنا انفصل الجسمان، هنا مرنة انفصل الجسمان وهنا غير مرنة انتحم الجسمان. مما بالنسبة لهذين الشكلين، هذين الشكلين هنا تصادم في بعدين ومرن، وهنا تصادم في بعدين وغير مرن. كمية التحرك، تكلمنا عن كمية التحرك الزاوي هو دراسة الجسم وفي حالة دوران، وهو كمية متجهة له مقدار واتجاه. قانون حفظ كمية التحرك الزاوي، تظل كمية التحرك ثابتة ما لم تؤثر عليها عزوم دوران خارجية. يستخدم هذا المبدأ للتنبؤ بحدوث الخسوف والكسوف، متى يحدث وأين يحدث. وسنتكلم عن القصور الذاتي. القصور الذاتي أنها لا تستطيع بدء الحركة بنفسها أو إيقاف الحركة بنفسها.